كيف معكم مشاهدينا حديثنا لليوم، اما هلا فرح نروح لطرق التعامل بالحياه مع الاشخاص، مع المحيط الاجتماعي الموجود حوالينا واللي عايشين فيه. اليوم تختلف طرق التعبير وايصال الافكار، كل شخص بيعتمد على وسيله معينه، سواء بنظره، سواء بكلمه، سواء بتعبير او بحركه ايد او بايماء معين ليقدر او يوصل فكرته بشكل مباشر او غير مباشر. صح بشار، يعني كل هالشيء اللي انت قلت عنه بيندرج تحت مسمى لغات الجسد، وكل شخص بيقدر يعبر فيها بطريقته الخاصة. كيف فينا نوظف لغة جسدنا لتخدمنا، وكيف كيف فينا نسيطر على لغة جسدنا؟ لكل هالتفاصيل معنا بالاستوديو مدرب التنمية البشرية عامر النحاس. أهلا وسهلا فيك. أسعد نور، يسعد أوقاتكم، الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك البحميد، أهلا وسهلا فيك أستاذ معنا لليوم. يعني خلينا نروح بداية لنوضح ونعرف لغة الجسد كتعريف، كتوضيح بشكل عام، شو بتعني؟ تمام. هلا بالنسبة للغة الجسد، لغة الجسد بداية هي إحدى مرتكزات التأثير بالأشخاص اللي مقابليننا. فعليا نحن عنا حسب دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، تبين معنا أنه التأثير على الأشخاص المقابلين بنقسم لثلاث محاور رئيسية أساسية. المحور الأول هو كان موضوع الكلمة اللي نحن بنحكيها أو المنطوقة، والاكتشاف كان أنه تترك أثر بالشخص الآخر فقط بنسبة 7%. أما بالنسبة للصوت، نبرات الصوت وخامات الصوت والتلوين الصوتي، كان بيترك أثر 38%، وكان النصيب الأكبر للغة الجسد، لغة الجسد كان لها 55% تترك أثر بالأشخاص المقابلين. طبعاً بناء على هذا الشيء، 55% كلغة جسد، لأن احنا في عنا قاعدة بتقول دائماً الصور تذهب للذاكرة بعيدة المدى، أما الأصوات تذهب للذاكرة قصيرة المدى. ففعلياً لغة الجسد هي العلم يلي بيدرس حركات الأشخاص المقابلين، هل إن كانت حركات طبيعية ولا كانت حركات مصطنعة، على أساسه بيعمل تحليل للشخص المقابل لتعرف شو القرارات اللي بذهنه، شو الأفكار اللي عم تدور بخوارج ذهنه على هذا الأساس. فهي اللغة فعلياً هي علم، وهذا العلم قديم جداً، ولكن هلأ نجديد بلشت العالم الدقيق عليه. تماماً، يعني اليوم بدنا نحسب حساب كل حركة عم نعملها، وكل كلمة رح نقولها، وكل نظرة إذا بدنا نقولها. يعني أستاذة حكيت لنا على نسب، فإذا بدنا نوظف هاي النسب بطريقة تعاملنا مع الأشخاص ونوظفها بطريقة صح. هلا نحن فعليا هاي النسب لازم نكون متكاملين على النسب تماما. نحن بنضرب امثله بكثير اوقات، اذا نحن بنتحدث مع اشخاص او بنفوت بنحضر محاضرات، فعليا اذا الشخص ما بيستخدم نبره صوت، ما في تلوين صوتي عنده، ما في لغه جسد، قاعد عم يحكي، بتلاقي الاشخاص بتطلع من المحاضره بتقول له بدي اعلق بذهنك معلومات، يا دوب بيحكي كلمتين وخالصين. تمام، على هذا الاساس. فكل ما بيستخدم اكثر كل ما بيترك اثر اكثر عند الاشخاص. ففعليا لغه الجسد هي ضروريه جدا لنقدر نستخدمها. وطبعا في قاعده قديم كانوا يقولوها الرومان، طبعا هو بدايه من عند الاغريق والرومان نبلش العلم، ولكن الرومان كانوا يقولوا الكلام بدون لغه جسد لا يصنع منك خطيبا عظيما. ففعليا انه انت بس تحكي فقط ما في اثر عند الاشخاص، تنتسى مباشره. صحيح. على هذا الاساس. صحيح. اليوم خلينا نروح شوي للادوات المستخدمه بلغه الجسد، شو عندنا ادوات اليوم نقدر نوظفها ضمن هذا العلم؟ تمام. هلا احنا كلغه جسد فعليا بنتعامل مع الجسد كاملا، يعني عندنا الادوات كل شيء بالجسد. فعليا لنبلش من اعلى الراس، في عندنا لغه العيون لحالها تتحدث، في لغة الشفاه موضوع الابتسامة. أكثر نسبة بلغة الجسد هي إيماءات اليدين وحركات اليدين، لأن هي فعليا بتشكل نسبة كبيرة بالفراغ، نحن منشكلها كموضوع يدين، وأيضا واضحة فملحوظة. وأيضا في عندنا لغة الأقدام، لغة الوقوف، كل هذا كله بشكل فينا نقول ميكس كامل لموضوع لغة الجسد. وفي ملاحظة هون يجب أن ننتبه لها، موضوع لغة الجسد دائما في عنا قاعدة رئيسية بتقول أن السياق هو الذي يحكم. يعني في أشخاص كتير نحن من خلال التدريبات اللي مندرب الأشخاص على موضوع لغة الجسد بيجي بيقولوا لك أنه في شخص رمش بعينه، حك ورا رقبته، شو يعني؟ فعليا نحن ما فينا نعطي على مكان واحد، بدنا ناخذ سياق كامل. تمام. حتى البيئة المحيطة بتلعب معنا دور، الطقس، الجو، الطريقة، القعدة، كله كاملا لنقدر نحكم على الأشخاص. ففعليا الأدوات، كل الأدوات متاحة، كل جسدنا متاح. تمام. على هذا الأساس. يعني اليوم استاذ ذكرنا يعني توظيف الجسد بشكل عام بكل تفاصيله اذا بدنا نقول، ودائما لغه الايد يعني اليوم او الاشاره هي الطاغيه على هذا الموضوع، شو السبب؟
يعني اليوم ليه انا اشخاص يلي ببعض الاوقات بنصادف كثير بحياتنا اشخاص عندهم حركات ايديهم مبالغ فيها ببعض الاوقات هم سميها بالعامل بيشبروا كثير تماما بيشبروا كثير بتشوبر كثير تمام هاي الفكره هلا فعليا كلغه جسد هي لغه اللاوعي نحن كاشخاص كبشريه عندنا عقل واعي وعقل لاواعي العقل الواعي بيشكل منا فقط نسبه 6% وال94% للعقل اللاواعي فالعقل اللاواعي هو الحاكم تمام ولكن نحن كلغه جسد حركه الايدين منعبر فيهم بشكل ملحوظ اكثر مثل ما حكينا لان هن انت شايفهم مشكلين حيز اخذين حيز بالفراغ بشكل كثير كبير فاللي بيشبروا كثير هن اشخاص بيكونوا اما للفت النظر او فعليا بيشتغل بنظريه بحيث ينسيك الموضوع يلي انت بدك اياه فهو بيشتغل على نفس خلاص انت التهيت بموضوع حركات ايديه فبيقدر مثل ما بيقولوا يضيعك او توهك فعلى هذا الاساس موضوع اليدين نحن بنشتغله تماما تماما بنروح للجانب السياسي كثير في نحن شخصيات سياسيه منضل هيك عم نتطلع على لغه جسدها فهل هذا الشيء اعلاميا بيخدمنا كيف فينا نحن نعرف طريقه حركات صحيح. يعني حتى موضوع التدريب اليوم بتخيل شخصيات تخضع لموضوع لغه الجسد سواء سياسيه او حتى اعلاميا يعني اليوم صح. نحن ما عم نشوف المشاهد يعني اذا بنحكي عن تجربتنا كمقدمين ما عم نشوف المشاهد انما بحاجه لنستخدم لغه الجسد لنقدر نوصل ونحسسه انه الكلام مباشر طبعا فقديش اليوم هذا التدريب موجود او هي الحاله موجوده طبعا بشكل عام هلا نحن فعليا اكيد التدريب موجود بهذا الاساس التدريب لضبط الامور اكثر لان في كثير اوقات نحن اخذينها فطريا تمام فهي مكتسبه وفطريه المكتسبه بدها تدريب لنقدر نقيم او نقوم بعض الحركات ولكن بالشق اللي حكيت فيه استاذه في اشخاص بتخضع لتدريبات مو للضبط بتخضع لتدريبات بحيث توهمك بشيء غير المقصود غير المقصود غير المقصود تماما ففعليا الاشخاص المتمرسين المدربين على موضوع لغه الجسد فعليا قادر يوهمك بشيء غير المقصود او في كثير معلومات انت ما بدك اياها تطلع ما بدك الاشخاص الباقيين يقروها او من خلال المحللين نحن مثل ما بنقول اوقات بيقعد بيحلل لك لغه جسدك بيقول عمل كذا 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 بيقعد يحللها فالتدريب بصير بحيث ما اقدر حتى لمحلل وصل له اياها يعني انا استطيع التصنع بهذا المجال ولكن بالاعم الاغلب دون تدريب هي لغه طبيعيه بتطلع باللاوعي مباشر بدون تقنين يعني الامور ماشيه بشكل طبيعي استاذ لكل مقام مقال وكل مكان له مثل ما بيقولوا لازم اتيتيود معين سلوك معين نقوم فيه قد ايه لغه الجسد بتحكمنا بالمكان وبالزمان طبعا هلا بالنسبه للغه الجسد هي اللغه العالميه الغير منطوقه فعليا نستطيع استخدام كل اشارات لغه الجسد في كل مناطق العالم الا بنسبه 5% يعني 5% ببعض الحركات تختلف من ثقافة لثقافة أخرى ففعليا هذا بحاجة تدقيق أما 95% نقدر نستخدمها بأي مكان من دول العالم ومثل ما هي اللغة الغير منطوقة ونحن نضرب مثال بهذا الموضوع فعليا أول ما بلش التلفزيون تمام وكنا منتذكر شارلي شابلن كان شارلي شابلن عبارة عن برنامج أو فقرة لغة جسد فقط صحيح. وكانت توصل الأثر اللي بدنا إياه يوصل الفكرة اللي بده إياها وتبث بكل دول العالم وكل الناس تقدر تستفيد منها أو تأخذ الأثر اللي هو موجود فهي نحن قادرين نستخدمها بكل دول العالم بكل مجال إلا بحيز 5% بعض الحركات بمعاني مختلفة تختلف من مكان لآخر بدي روح شوي لناخذ هيك كم حركة ودلالاتهم من حضرتك اليوم ونقدر نستفاد من كل إذا بدنا نقول نظرة عين حركة إيد وشو بتعني هيك بشكل سريع بشكل سريع طيب فعليا هلا راح أحكي باليد كإيماءات يد نحن في عنا بإيماءات اليد ما أنه هن أخذين الحيز الأكبر إيماءات اليد في عنا حركات نحن بنستخدمها بتدل للأشخاص فعليا كيد يفضل أو تختلف بين تأشر على الأشخاص تكون راحة اليد باتجاه الأعلى أو تكون باتجاه الأسفل بس تكون راحة يدك باتجاه الأسفل هي تعني السيطرة على الأشخاص وطبعا مرق علينا بالثقافات أشخاص صحيح. بتستخدم هاي الطريقة صحيح. وهي الآلية تمام أما بالنسبة بس تكون راحة اليد لفوق بتعطيك رياح على الأشخاص المقابلين هي بالنسبة لحركة يد حركة يد رئيسية أساسية ويمكن نحن ما مننتبه لها صحيح. ونحن منقول عنا دائما القاعدة بتقول بالتواصل أي تواصل يبدأ قبل أن ننطق بأي كلمة صحيح. يعني فعليا منبلش فيها من خلال المصافحة
من المصافحة أنت ببين معك بعض الأشخاص. طبعا في عنا بعض المصافحات المغلوطة تماما الأشخاص بتشتغلها. فعليا نحرصوا بموضوع المصافحة أنه تكون راحتي اليد تماما موازية، ما يكون واحدة فوق الثانية. الشخص اللي بيصافحك هيك دغري عكس له الآلية، طبعا هي لغة سيطرة. والشخص اللي بيقبل تكون كفه من يد هو عطاء الخضوع. أيضا بموضوع المصافحة، في كثير أشخاص بتصافح بالإيدتين على أساس أنه دليل محبة. لا، هذا مو محبة، هذا بنحنا منفسره بمعنى مشان الله أنا غرقان لا تتركني. دليل المحبة الثقة، بس ربط على الإيد، بس ربطتين على الإيد أو على الكتف أني أنا أثق بك. أما لا تصافحوا بالإيدتين. تمام، هي بالنسبة للمصافحة. بالنسبة لنحكي بلغة العين، بلغة العين الأشخاص بين بصريين و سمعيين وحسيين. نحن فعليا بس نتذكر بعض الأمور، إن كان الشخص المقابلك إذا عم يتذكر صادقا كان أو غير صادق، لأن نحن مطلوب أن نتحدث بإيجابية دائما، فصادق أو غير صادق، فحركة العين تتبع ببين معك نمطه إن كان بصري أو حسي أو سمعي. تمام، وببين معك المكان، بس يكون اتجاه حجر العين باتجاه قلب الشخص، ففعليا هو يتذكر بشكل صادق شيء صادق قصة نسيانة. أما إذا كان بالطرف الآخر فهو عم يألف الموضوع. يعني شو بدنا ننتبه على عيون اليوم؟ كثير دايما على عيون على يعني حتى شباب بالكنترول هلأ عم يفسروا عم بيحللوا التفاصيل. عيون يمين ولا يسار؟ تمام، ممتاز. فعلى هذا الأساس حتى لغة الأقدام، عفواً نحن في عنا لغة الأقدام، بأوقات بنوقف عم نتحدث مع أشخاص بس أنت راقب الموضوع، إذا بتلاقي اتجاه قدمي مو مباشر عندك فهو يهم بالرحيل، يعني ده خلقه من الحديث خالصين. تمام، ففعليا على هذا الأساس ضروري كتير في حركات. حتى عنا النقطة الأساسية بيقول لك بيحكك أنفه معناته عم يكذب. فعليا هلأ علميا أثبتت الأبحاث أنه الشخص بس يكذب بيفرز مادة كيميائية، هي المادة الكيميائية بتتجمع بالأنف. على هذا الأساس عملوا مسلسل بونوكيو أنه أنفه بيتوال. ففعليا في شيء علمي موجود. أبا مو شخص، والله وقت كتير تلاقي شخص قاعد والدنيا شوب وكذا تلاقي بلش يحك أنفه وتقول عم يكذب، لا عرقان نقطة عرق نزلت كذا. يعني فالسياق الذي يحكم مثل ما حكينا البيئة هذا يحكم. طب اللي بيكحك هو حدا عم يحكي معه فبيعمل شو هي شو بتكون؟ هذا شخص توتر تلبك توتر تلبك، ففعليا عم يحاول يلاقي تخريجه. تمام، او اوقات بيكون بالحديث في شيء اشخاص قاعدين كمان معه فبيحاول يلفت نظر انه دقوا على هي النقطه، هي بزماني اللي قلت لكم عليها انا. تمام، انه ليكوا حكاها. فهي القصه مثل ما حكينا سياق تحكم يحكم. تمام، كامل. تمام، شو بتعمل هيك حركه كثير حلوه والله صراحه. ذكر الاستاذ هالحديث يعني في حديث تحت الهواء بعد ما خلص الحلقه بناخذ هيك كم تفصيل من الاستاذ. اليوم بدي روح لقراءه الشخص الاخر. يعني نحن اليوم كيف نقدر نستفاد او نحكم على الشخص الآخر، سواء كان عم يعطينا لغة جسد بشكل مقصود، أنا كيف بعرف إنه الشخص صاد عم يعطيني هاي الإشارة فهو بدل عليه يعني وما عم بيصرحني فيها بشكل مباشر، سواء بده يهم بالرحيل أو حس إنه في شيء مو ضابط بالحديث وبده يوصل لهي الفكرة. أنا كيف بقدر بقرأ هاي التفاصيل؟ هلا في بعض الحركات هي بتأرجينا هاي الفكرة. تمام، فعليا الحركة الرئيسية الأساسية أو في حركتين. أول حركة نحن بنسميها هي حركة الانغلاق، بس يقعد هيك هي مو عاجبه أو ما رح يعطيك معلومات، هو وقف عن استقبال المعلومات. وطبعا كان هذا الموضوع يتبع بالمدارس، القعدة الصحية قعدوا الطلاب هيك. هلأ فعليا صارت القعدة الصحية يقعد شادة ظهره الطالب، بلشت يشتلق على هاي المواضيع يعني يدقق عليها فينا نقول. فعلى هذا الأساس هذا حركة إغلاق. هلأ في ناس لا، هي مو حركة إغلاق ولكن شو على النمط التربوي بالمدرسة خلاص تعود أنه يقعد بهذه الطريقة. صح. ولكن أنت بس تشوف شخص أغلق فعليا أعطيه شغلة لو في مجال تمسك لهي حتى يفك، أو تسحبه لجنب تقول له في مجال أقعد أحكي وياك، غير له الموقع يلي هو فيه. تمام. هاي الحركة حركة إغلاق، بين معك شخص أنه ما بده يستقبل منك معلومات. تمام. أو موضوع نحن دائما عنا مصدر الحديث بطلع عن طريق الفم. تمام. ففعليا بتلاقي الأشخاص ساكتين، سكر تمه أو مو ساكت، سكر تمه بشو هيك أو أه. بس يعمل هيك، هذا الشخص عم يسمع الحديث في يا عنده معلومات بكمل لك النقص اللي عندك ومو حابب يحكي، يا أما الحديث مو عاجبه ففعليا أغلق. بهيك حركات ببين معك الشخص أنه ما له مرتاح غير. وعلى هذا الأساس نحن بس نشتغل بالتدريب وبس نعطي محاضرات، ضروري جدا الركن الأساسي لأي عملية تدريبية أنك تشوف الفيدباك.
انت من الفيدباك بيبين معك اقتنع ما اقتنع، مبسوط ما مبسوط، فهم الفكره ولا لا. نحن بنعبر عنها اوقات هيك بلطافه مع المتدربين اللي عندنا، بنقول له اه بين ليكم طلعوا اشارات استفهام فوق راسك هلا، فنحن بنغير. فعلى هذا الاساس هون من هون استاذ اجاني انه الفيدباك ممكن نحن نوصفه ونغير من طريقة لغة جسدنا لحتى تكون صحيحة بتعاملاتنا مع الأشخاص، ويمكن بمحبة أكثر إذا بدنا نقول يعني طبعا. هلأ حكينا شوي بالجوانب ما رح نقول سلبية، إنما المشاكل اللي ممكن نتعرض لها، ولكن بالمقابل يعني فاطمة بنشوف أشخاص عم بيبادروا بحركة معينة من باب التودد أو اللطافة، فأيضا كيف نقدر نقرأ؟ أعطيكم سر، هذا السر نقطة بس حابب تشوف علاقات الأشخاص بين بعضها، مين اللي قراب لبعض أكثر، عد دقائق بصور الفوتوغراف. ففعلياً الوقفات بتبين، نحن هي بندقق فيها، تمام؟ يعني كيف؟ بتلاقي بس الأشخاص بدها تتصور مع بعضها بيوقفوا الأقرب شيء لبعضهم جنب بعض. صحيح. وشوف إمالة الرأس. بتلاقي الروس مايلة لبعضها، فهدول أقرب، فنحن بنحاول لنبين أو لنعبر عن العاطفة باتجاه شخص آخر، بنحاول نقرب منه أكثر، تمام؟ يعني حتى نحن بالمقابل للغة الجسد في عنا شيء اسمه لغة المكان. لغة المكان هي التي تتحدث، نحن كأشخاص أمام أربع دوائر مكانية نتواجد فيهم، تمام؟ ففي عنا الدائرة الأولى اللي هي الدائرة الحميمية اللي بتكون بينك وبين الشخص يا دوب ذراع، فهي أنت بتستخدم فيها أحاديث خاصة، شيء خصوصي جداً، وبتطلع بعدين بتكبر الدوائر أكثر فأكثر فأكثر. ففعلياً المسافة المساحة التي تشغل ببين معك العلاقات الإيجابية أكثر مع بعض، بتبين معك الشلل يعني فينا نقول على هذا الأساس. تمام. كيف بيكون اهتمامنا بالشريك أو بالأشخاص اللي نحن بنحبهم من خلال لغة جسدنا؟ هلأ فعليا هو التواصل، فينا نقول نكون متواصلين أكثر، الحديث أكثر، نبرات الصوت، نبرة الصوت بتلعب كتير دور، خامات الصوت بتلعب. طبعا نحن في عنا فرق بين النبرات وبين الخامات. خامات الصوت في عنا الخامة المعتدلة، الخامة المعتدلة هي التي تترك الأثر بالأشخاص أكثر، إن كان شريك ولا إن كان شخص، هي اللغة التي تتحدث تخاطب فيها اللاوعي تبع الشخص. يعني نحن نطلق هذا المثل أو التعبير حتى نكون قريبين نقدر نوضح الفكرة أكثر. نحن كشباب بس بدنا شغلة من الست الوالدة، تمام؟ فتحكيها كلمتين حلوين ظراف وبتقول لوين الغرض الفلاني، بتروح بتدلك مباشرة. فهذا مخاطبة العاطفة، مخاطبة اللاوعي، الكلام هي النبرة نحن نستخدمها بتترك أثر بالأشخاص. بالنسبة للغة الجسد هي بتبين الأمور من خلال التواصل، مثل ما حكينا القعدة جنب بعض. في كتير أشخاص بموضوع إذا بدنا ندقق بتلاقيهم القراب من بعض، نحن ما منحب يكون في حواجز بالحوار. ففعلياً الأشخاص هلأ بمجالس الأعراس، تمام، أو إن كان ذكور ولا إن كان إناث، بيشتغلوا على هذا النفس لا ينقعدوا جنب بعض. يعني بيجي بده يحكي قصة أو بده تحكي للصبية المقابلة قصة، شو بتقول لها؟ تعي تعي عدي جنبي. ما بتحب يكون في حاجز، بتحب تشيل الحاجز اللي موجود بيناتهم. ففعلياً أنت بتقرب المسافة أكثر، فبتكون الأمور لحالها واضحة. ونقطة رئيسية، لغة جسد هي لغة عفوية ليست متصنعة. هلا ممكن يدخل فن الاتيكيت ضمن محاور فنون الجسد ولا لا؟ ما لها علاقة؟ هلا فعليا بانه لغة عفوية والعادات والتقاليد التي تحكم، في تقاطع بنسبة محددة بين الاتيكيت وبين لغة الجسد، تمام؟ في طرق محددة، ولكن مو بهي الصورة. يعني الاتيكيت كامل، لان الاتيكيت هي ثقافة مجتمع، اما لغة الجسد هي لغة عفوية، فنحن موجودين ضمن هذا المجتمع، فلغة جسدنا حتمشي مع المجتمع، فاجباري رح تمشي مع الاتيكيت، ماشي بهذا الطريق، حيتقاطع مع بعض. كل الشكر لك مدرب عامر النحاس، مدرب التنمية البشرية، على المعلومات اللي فتنا فيها لليوم، واكيد يعني اعطيتنا شوية تفاصيل نقدر نستفاد نحن والمشاهدين ايضا من خلالها بتعاملاتنا اليومية، ونقدر نتعامل اهم شيء بلطف ونوصل افكارنا بشكل سليم. كل الشكر لوجودك. الله يعطيكم الف عافية، مصر ان شاء الله. كل شكر لوجودك. شكرا، الله يعطيكم العافية.